طيب ماشي. مبدئيا ده الاميتر بنحط طرف هنا عند ال سي او ام وطرف هنا عند ال 20 اي. الكليبسيتين دول بيتحطوا هنا معناه ان ده اميتر. نظبط الاميتر عند المتردد اي متردد اهو السهم كده يبقى عند الاي متردد. ونحط السلكتين في الاميتر ونسيبهم قبل ما نوصل باقي الحاجات. دوت الفولتميتر. الفولتميتر اللي هو بيتحط سي او ام هنا سي او ام دي وفي هنا سي او ام وفي. ونظبط ديت على الفي متردد. الفي متردد اهي نظبط السهم ده عند الفي متردد. بعد كده نوصل السلكتين الفولتميتر نوصل اولا الفولتميتر متوازي يعني مباشر نوصله مباشر للاجهزه دي. ده اسمه ايه؟ ده الجهاز اللي بنشتغل عليه في التجربه مش فاكر اسمه يعني بصراحه. اهو كده وصلنا توازي. توازي يعني ايه؟ على طول مباشر على طول. ونوصل الاميتر توالي مع الجهاز ده. الجهاز دوت نحط فيه السلكتين هنا وهنا ما نحطش حاجه في النص. هنا وهنا السلكتين تمام؟ ادي السلكتين متوصلين بيه. اوصل واحده من الاميتر لطرف هنا وطرف من ديت اخدها هنا والطرف الثاني بتاع الاميتر نوصله هنا. ده اسمه التوالي. ده بتبقى عباره عن دايره. ده بيوصل لده ودي بتوصل لدي يعني كلهم في دايره واحده بس. ونشغل والميه دي تقريبا هتبقى سخنه او حاجه كده فكهرباء نوصل الكهرباء. والاجهزه دي هتلاقيها قرت وكل مره كنا بنعمل عشان نغير القيم او البطاريه. البطاريه دي هنعمل ايه فيها؟ شغلت 12 واحد.